السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ بخير. نتمنى لكل الجميع يكون كل شيء بخير وعلى خير. المهم، عدنا لكم في سلسلة حلقات اللي كنا بديناها وشحال هذه نسيناها، سلسلة حلقات كذبة في دقيقة. اليوم وجدنا لكم واحد الكذبة، أكبر سلوبية في تاريخ البشرية. راك عارفين ما عادش هذه الكذبة، راك تجي من عند مجتمعك. ونبلغكم باننا مازال ما نسيناش الفلسطيني، راه داز دابا اسبوع وانا مازال ما صيفطتش بنتو لغزه تحت القصف. حنا كننتظروا فيه، وكما كيقول المثل كيقول لك وعد الحر دين عليه. نحن ننتظرك ايها الفلسطيني، ونحن ما زلنا وراءك وراءك وراك، الى ان واحد الخبر اخر غادي تغدا وغادي نتكلم معكم فيه على قبل القناه ديالو. الاخوه راه ما مشاتش، انتظروا واحد الفيديو غدا. القناه ديالو راه ما مشاتش، ما طارتش، راه باقه، وغدا غنعطيكم التفاصيل ان شاء الله. المهم، نخليكم مع هذه الحلقه ديال الكذبه في دقيقه. الرسول صلى الله عليه وسلم 63 سنه عاش بتقويم خاطئ، كانوا يصوموا في اشهر خاطئه، هذه باعتراف التاريخ، يعني ما لا هروب منه يعني.